صباح الخير يا غزولة. صباح النور. صباح الخير يا كوكا. صباح الفل يا كوكا. حسيني والله يا كوكا. حسيني يا غزولة. شايفين النظرة؟ صباح الخير يا زونة. كوكا عاملة ايه؟ كوكا خلصت امتحانات ولا لسه؟ لا لسه لحد الجاي. لحد الجاي ولا؟ انا خلصت امبارح. غزل خلصت. حسيني يا دودو. يا هنودو حسيني قوي. ها؟ يا بنت. يا بنت يا هنودو حسيني اصل هما مشوا من البيت مش قاعدين معانا. حسيني يا دودة. حسيني يا دودة. عفريت يا مامي يا مامي يطلع يجري العفريت يا مامي ده بس لبس حرامي حشتين ده بس لبس حرامي عفريت ده بس لبس حرامي خلي بالك ده عفريت بجد تعالي كده تعالي كده حياتي صالح وحياتي خلي كده يا مامتي خلي ايه حياتي صالح وحياتي عفريت بجد بصي هنا بصي هنا ايه عفريت بجد ايوه يا مامي انا خفت يا مامي اطلع اجري اطلع اجري خلي بالك هياكل يزن ده انتوا عارفين العفريت ده بيطلع لمين؟ للي ما بيسمعش الكلام واللي ما بياكلش واللي ما بياكلش انتي بتاكلي انتي؟ اه انتي بتاكلي انتي ولا لا؟ استنى يا زهرة انا كنت باكل اكل بابا بتاكلي اكل ماما؟ لا ليه؟ كنت عايزة اكل هي بتحب تعملي مكرونة بشاميل قالت لها لا عملت لك؟ لا هي جابت لها جابت لك نعم نعم عايزة ايه يا قلبي؟ عايزة ايه؟ سيبيها يا حياتي سيبيها يا حياتي يا مامي حتى بيهز رجله على صالح يا مامي يا مامي انا خفت انا ايه قلب ايه يا نعم نعم حياه ايه يا روح حياه ايه عامله ايه وحشتيني انت وحشتيني بجد طب اديني حضن جامد بقى الله ستة ازاي بحبك قوي يا حياه والله بتحبيني قد ايه يا حياه بصراحه كتير كتير قوي يعني بتحبيني انا اكتر ولا ندى طب انا اكتر ولا احمد اتلتلي طب بتحبيني انا اكتر ولا فيروز اتلتلي انتي محايدة قوي يا حياة طب بتحبيني انا اكتر ولا اصالة اتلتلي برضو طب تعرف انا بحبك قد ايه انتو الاتنين وانا حبك اتلتلي وانا كمان بحبك والله بحبك خالص يا حياة بحبك اديني بوسة طيب على الهواء الله بصوا يا جماعه انا عمري ما فتحت شيبسي وشفت حظي فانا عمري بقى هفتح انا عايز شيبسي وشوف حظي هما خدوا البيبسي ده تاني ابتدي يا قلبي ملوش استخدام اصلا ملوش استخدام في لعبه تانيه قلم برضو ملوش استخدام دي غزه هتحبهم قوي خدي القلم خدي يا فضل صالح حسن وانا اكل الشيبسي ماشي محمد شكرا شكرا يا اسطوره تعالى كده يا اسطوره اخد ده ايه ده محمود وسع محمود وسع محمود دم لا محمود وسع يو مالها دي ايه ولا بيمنتج هو شغال ولا بيصور ويمنتج مع بعض هو حوده عليك ايه يا محمود؟ ضايق نفسك عشان تدخل دم لا مرشو احمد عايزه يا ريما احمد عايزه تصور صور ما عنديش وقت يضيعها احمد الله بحبهم قوي صلوا عليك والله توك زمان والله بصي على فكره يا جماعه اللي جايب الشيبس ده على حساب كله بتاع التصوير مستر احمد كده يلا واحد اثنين ثلاثة كمل ايه صحبتهم كلهم كمل ايه مستر كلهم هيبقوا اصحابي ومراتهم واخواتهم هو اللي ندى انت فاتح الواتساب بكلم ندى ندى بتصور جنبينا هنا لاحق عشان ما انساهاش ايوه صح ما ظلمناهمش ماشي تعملي ايه كلمه
الجو صعب اول شيء بيحب الاكل. ايه تاني كده سلمى؟ الشتا بيحب الاكل. انت بتعملي ايه يعني؟ بص شاطي الناس كلها كده بتشتغل. طب حلو، مش جعانه ومش جعانه، ده ربنا بتقلب البطن اصلا اقسم بالله، بس ما بطني بتوجعني اقسم بالله. انت بابا فين بقى يقول لكم مش هتحطوا لي بقى الاكل المقرف ده؟ اول ما يجي قدامي عارفة يا جماعة دي في الفصل انت جاي تخبي لما خلفي يجي لو تعرفت بقى طعمه حلو قوي، طعمه حلو قوي. انا بس انا عجبني لا انا بطني ما بتتحملش، بطني من اقل حاجه بتاكلي وتاكلي يا جماعه انا دخلت الكنتين لوحدي، تعالى انشف اي حاجه كده ناكلها. بس بصراحه انا عامله شاي وعايزه اكل بسكوت، فقلت اختار ايه ده. اتقفشت حلو. ده مفيش عندنا حاجة، اتفضلي اطلعي بره من غير حاجة من غير ما تطلعي، اتفضلي اطلعي بره. ازيك انت بتجرحيني ليه بالكلام؟ انا بجرحك بجرحك وانا ازيدك في حاجة؟ لا والله ابدا. طب انت مامتك ما علمتكيش ليه انك تتكلمي مع حد بالذوق؟ هو في ايه بالظبط؟ هي شتمتني وشتمت امي وانا ساكتة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا حاسبي انت بتغلطي كده. ايه الزقة دي يا نهار ابيض؟ انت بتتخانق بجد؟ ما عشان الذوق ما بقاش ينفع مع حد دلوقتي، عارفة لما صوتي بيعلق؟ ها وقلب بلطجيه كده والام كده اهو. انا سلمى انا كله بيفوق ويحترم نفسه، لكن ابقى هاديه وطيبه وحنينه ما بينفعش. انا سلمى الكلام ده ليا؟ انت جيت لها بره ثواني. لا ثواني ما تغلطنيش، وانت من البدايه غلطانه. انا بهزر وكان وشي بيضحك في الكاميرا. ابوك يجي يحضر ويشوف. انت هتضربيني ولا ايه؟ لا يا حبيبتي انا ممكن اكل دماغك دي كلها كلها تحطها بوقك. شايفين سلمى الطيبه؟ ما احنا كنا بنهزر فيه. شفته شفته. بس في بسكوت هنا، تعالي اختاري بسكوت على مزاجك. ايوه انا اقسم بالله انا مش مبطله اكل، انا والمصحف جعانه كميه جوع اكني ما باكلش. هو معلش الشتا عشان الشتا. تعالي نقي معايا بكره بسكوت ناكل عشان الشاي هيبرد ونقي. مش هشرب شاي، انا ما عنديش شاي. انا عايزه بكره بسكوت نقي على مزاجك. هو حلو بفوز ذوق ده؟ انا واحد اول تك ده انا واحد بحب الشيء بسكوت السيء، بحب تجيب اللغوصه. شايفين اللغوصه سلمى؟ انا استعدت هي بسكوتات مقرره كل تيبو. لا خين مش بحبه. انا اخد ما زي اخد ده باللوز. ابو لوز طعمه حلو. لا بس كريم محبوش خالص. ما تعملي بس اول ما طلع كان احلى. فين هو ابو لوز ده؟ هو ده. لا ده بالبتر ده مش ده. هو ده بالكيجو ده حلو. وانا اخد ابو فوز. يا لهوي يا لهوي كده هنتبهدلوا. يا لهوي شفتوا؟ لا انا اخد ابو فوز. انا ماليش دعوه اطلعي بره. بصي يا عم استني استحملي معايا. طلعت العمره دي؟ لا دي تانية قديمه. استحملت معايا شهر الشيخ اشرب من اول شهر الشيخ السنه اللي فاتت لحد اخر السنه قبل ما بس بس خرابي ما تطلعوش. عايزه هقول نحنا لا ولا ما ينفعش تقول حاجه. حياتي ايه احنا مضمونين؟ صالح 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 تعالى اقول لك حاجه. تعالى اقول لك حاجه. تعالى تعالى يلا يا حياه. يلا يا حياه. كده يلا يلا يا حياه. لا مش تشتري. اطلعي بره. مفيش شراء. اطلع بره. عايزه هقول محمود هيزعق ومستر احمد هيزعق. لا كده عايزه تاخدي حاجه حلوه. خدي اللي انت عايزاه. حاجه حلوه بس هما بياخدوا العاب بيفتحوا ويقوموا. بصي صالح بيقول اسد اسد اسد. ايه يا صالح؟ ايه ده الميم دي؟ لغزل؟ ربنا يخليك ليا يا صالح. يا صالح ربنا يخليك ليا. اتجوز غزل يا صالح؟ طب كده دي هتتجوزها؟
هتتجوز غزل ولا حياة؟ لا ده انت طماع يلا. والله بنلبسوه جاكيت وهي بتلبسه معايا. اه نلبسوه. لا والله يا ابن اللعيبه. يا ابن اللعيبه ده بيشجعوا على ايه؟ يا ابو المحظوظه صالح احنا مش عارف اعملها. سامعه؟ بيقول انا مش عارف اعملها. سامعه؟ ده انت ايه؟ انت بتعملي ايه؟ باكل هاك مامي. ده صالح بعتها لك والله. صالح ده وين؟ دي باصه يا بنتي انت صالح باصه. خد دي رايحه ولا لسه؟ يلا بص بص. طب اقول لك حاجه؟ الايام الجايه انت صدق وفرح هيوصل. اوبا مستر احمد داخل على التقيل. كابورلي كابورلي اسمها شوفوا ليه ولا كابورلي؟ كابورلي لا وقفه بره. ايه وقفه بره؟ دي حاجه ولا ايه؟ ايوه.